السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم، كنرحبوا بكم ان شاء الله في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاول نقدموا لكم يعني طريقة باش تصوبوا الباتاشو يعني بشكل جميل جدا ان شاء الله، لكي يجي رائع رائع بإذن الله. مرحبا. عندنا تقريبا 120 غرام ديال الدقيق، بالنسبة للعجينة عندنا 120 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الماء، 20 غرام ديال السكر، 20 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال الزبدة، 3 ديال البيضات. بالنسبة يعني للكريمة ديالنا غادي نحتاجو الشوكولا ديال لايكا كريم ديال مشوك بالكو ديال النوازيت ان شاء الله، وغادي نحتاجو الحليب. عندنا الحليب ديالنا 120 غرام، عندنا السكر 60 غرام، عندنا المايزينا 45 غرام، بطبيعة الحال 200 غرام تقريبا ديال الشوكولا ديال لايكا كريم اللي غادي نخلطو ان شاء الله، واللي غادي نزينو بها من الفوق ديال الباتاشو ديالنا على بركة الله. الحشوة ديال باش نصوبو العجينة ديالنا غادي ناخدو الماء، ها هو نديرو هنا، نديرو مع السكر. السكر كما كتشوفو الكمية بسيطة، هنا قبسة ديال الملحة، قبسة ديال الملحة ضرورية باش تعطينا الكزوين. هنا الزبدة ديالنا ها هي، وهنا غادي نديو ان شاء الله فوق النار هاد الشيء حتى يبدا لدرجة الغليان، عاد غادي نضيفو ليه الفرص. شعلنا العافية ديالنا، العافية تكون مجهدة ولا تكون مهيلة اللي بغيتو، ماشي مشكل. نخليو هاد الشيء السكر الملحة الماء هادو يدوبو حتى تدوب الزبدة ديالنا. هنا كنخلطوا الزبده ديالنا باش تذوب كامله، غادي نخليوه لدرجه الغليان. ها هو كيبدا يغلي، شفتوا من جناب الزبده دروك غادي تذوب دغيا، ما نخويوش الفرص حتى تمشي الزبده كامله باش ما تعجنش لينا هي والفرص. هانتوما هي الزبده ديالنا مشات كامله، غادي ناخذ الفرص ديالنا نخويو فوق هذا الشيء. فعلا صحيه ومفيده ماشي هي، نحركوها حتى ما يبقاش في هذاك الماء، شربت الماء. غادي ناخذ الباتاشو ديالنا نديرو في الباسينة، وهكذا نخدموها باش تبرد لينا الباتاشو، او نخليو الباتاشو نخويو فوق الطبلة ونسرحوه باش يبرد لينا. هكا غادي يبرد لينا دغيا، هانتوما شفتو السخونية كتخرج منو، نخليوه يبدا يدور حتى يبرد، عاد نضيفو البيض، ما نضيفوش البيض خطر. هنا غادي نصوبو الكريمة ديالنا، ناخذو الحليب ها هو والسكر والمايزينا، نديوهم فوق المعافية يطيب لينا الكريم ديالنا ويتجمع، نحيدهم فوق العافية. غنخلطو الكريمة ديالنا كل مرة نخلطوها، ما نخليوهاش باش تحرق لينا، غير غتبدا تسخن طلع العافية، غادي تبدا تجمع. كل مرة نخلطوها، يعني دائما ما نخليوش الحواج فوق العافية بدون تخلاط باش ما يقعش لينا، لأن إلا تحرقت غير شوية غادي تكون فيها رائحة ما غاديش تكال مازال. وملي نطيبوها غادي نخلطوها بالشوكولا ونخليوها تبرد باش نعمرو بها ان شاء الله دوك لي شو ديالنا. هنا ها هو الكريم ديالنا بدا يتجمع، شفتو راه ساهل يتجمع، سنحركوه باش ما يوليش لينا حبيبات. هانتوما شفتو باش ما كنحركو بسرعة كيجي ليس، خصو يجي بحال هكا هكا ان شاء الله. ها هو الكريم ديالنا بارك عليه. هنا غادي نديرو الشوكولا، ديروها وهو سخون
باش تندمج معاه الشوكولا ديال الميشوك ديال لايكا كريم. ميشوك اللي هي الكو ديال الوزيط كيعطينا واحد المذاق للباتاشو ديالنا اكثر من رائع ان شاء الله. فوالا الباتاشو ديالنا هو برد دائما كنمسو اللباسين ديالنا بحال هكا كنلقاوها بارده راه برد. هنا كنضيفو البيض شيئا فشيئا على حساب البيض ديالكم. الا كان البيض صغير غادي يحتاجو تزيدو ليه شي حاجه الا خص مزال الا ما خصش الا جا زوين لا تيكستير ديالو ما غاديش نضيفو حتى حاجه. غادي نزيد واحد البيضة بيضة واحدة لأن لا تكستو ديالو شاد خاص شوية سيكفاس. هاهو بيضة شينا غادي تقلبو لينا إن شاء الله مزيان. غادي نزيد زوين بركة. ما خصناش نخدموه بزاف 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 يعني اكثر من القانون ما خصناش نخدموه باش ما يجيش كيتجبد. هما غادي ناخذو بوش غادي نحركو الباتاشو ديالنا نخلطوه مزيان بحال هكا باش يندمج مليحه ونديروه في البوش. نديروه غير شويه بشويه كل مره شويه حتى نكملو ان شاء الله. وعلى بركة الله نديرو الباتاشو ديالنا طويل بحال هكا. تقدرو ديرو الدوية مزوقة كيفاش شراتي الا بغيتو. تقدرو نديروهم عراض بحال هكا تقدرو نديروهم رقاق. هنا الباتاشو ديالنا هو نضربو به نضربو به مزيان باش يتسرب شويه باش يعرض وداكشي وغادي نديوه للفران مباشره. غتقول لي الشاف واش يمكن ندهنوه؟ تقدروا تدهنوه بالبيض اللي بغى يدهنوه بالبيض اللي ما بغاش ما يدهنوش ان شاء الله. هكا كيكون. غادي ندخلوه للفران ديالنا ها هو غادي نديرو 170 درجه 170 درجه ونشعلو الفرفره ونخلو الباتاشو ديالنا. والباتاشو كما كنعرفوا انها ماده يعني كتنفخ ما خصهاش نحلو عليها الفران قبل ما تشد راسها وتطيب. الا حلينا عليها غادي تطيح ما بقاش غادي يجي زوين ان شاء الله. ها هو كتشوفوا فيه واحد شويه غادي نشوفوه الا طاب نخرجوه باذن الله. وكياخذ تقريبا 20 دقيقه حتى 30 دقيقه في الفران. ملي كيطيب الباتاشو ديالنا كنحيدو من الطاوة هاهو. كنخليوه يبرد نقدرو نخليوه حتى الغد لي كاع إلا بغينا الغد لي عاد نعمروه ونصوبو. كنخليوه يبرد مزيان. هنا كنعمرو الكريمة ديالنا حتى نحسو بها تقالت. هيا نتكبوها من هاد الجهة وندخلو للوسط. هيا كم اللي كنخويوها شتوها كتقفلا يعني كتجي الكريمة في الوسط مزيان. ناخدو وحدة أخرى إن شاء الله نزيدو نصورو لكم وحدة. هيا دخلوها لداخل ودوركو على الكريمة دخل لداخل. هنا عندنا شوية ديال الكريم فريش باش نزيدو الباتاشو ديالنا من الفوق. غادي نديرو من الفوق كديكور. لداخل عمرناه بالكريم ديال اللي صوبنا به اللي صوبنا وشتوه. ها هي هذه شوكولا ديال الدهن ديال الميشوك ديال لايكا كريم ميشوك الكو ديال الوزيط. غادي نديرو هاد المذاق ان شاء الله. بارك عليها يعني
الكريمه باش نعرفوها طالعه كتكون شاده في الفوي. هنا ناخذ الكريمه ديالنا نديرها في البوش وغادي نديروه هكا باش نخرجوا على المعتاد ديال الباتاشو. المعتاد نورمالمون تقدر دير الفوندات تقدر دير، غادي نديروا ليه بحال هكا ان شاء الله باش يعطينا واحد المنظر زوين. التزيين ديالها هو هذا. غادي ناخذو هنا ان شاء الله غادي ناخذو شاليمو نضربو هاد الشوكولا باش نطلعو اللمعان ديالها هكا. ونهزوها غير من الجناب نحطوها ان شاء الله فوق في وسط الكريمه ديالنا. هنا غادي نديرو شويه ديال الفيتينغ معها باش يجي كروكون شويه. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الباتاشو ديالنا بهذه الطريقه ان شاء الله. الباتاشو ما درنا ما دهناش بالبيض، نقدروا ندهنوه بالبيض وجينا مغلوق اللون ديالو مغلوق، والداخل درنا الكريم باتيسي زائد الشوكولا ديال لاكا كريم ديال ميشوك اللي هي مذاق ديال النوازيت باذن الله. وزيناها بالكريمه ايضا كريم فريش كريم شانتيي اللي طلعناها ايضا بالشوكولا بنفس الشوكولا، وزيناها بهاد الحبات ديال الشوكولا بحال هكا كتجينا زوينه رائعه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم وديروها لوليداتكم وتبارك الله عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في فيديوهات ان شاء الله. غادي نحاول القناه ديالي نعطيها شويه ديال الوقت ونحط لكم الفيديوهات مزيان 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 غير التشجيعات ديالكم من فضلكم لايك ويعني داك الحركات اللي كديروا يعني ضغط اللايك يعني اللي ما كيوصلوش الاشعارات ديال القناه يدير ديزابوني ويتابونا مره اخرى باش يعني لان اليوتيوب مع واحد المده ملي كيكون العضو فعال وما كيدخلش ديما كيمشي ما بقاش كيصيفط ليه دوك الاشعارات. الا درتو هكا غادي يجيكم الاشعارات من جديد، وقت ما طاح شي فيديو غادي تحصلوا على الاشعار ان شاء الله. مرحبا بكم.